بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بطلاب الصف الثالث الثانوي على قناة مستر أستاذ الشرح وتبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معك في مراجعة المنهج بتاعك لعام 2021 من كتاب ماي نيو فريند لعام 2020، الكتاب المعنون 185 امتحان تحديدا مع الكتاب الأول، ووصلنا مراجعة الوحدة 11 ووغد رقم الامتحان بتاعها 11 برضو نفس الرقم، وبداية الامتحان ده موجود على صفحة 31 من الكتاب بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ أول جملة، واللي بتقول لك The company is seeking highly، الشركة بتسعى إلى إيه بقى highly؟ بمعنى بدرجة عالية يعني. Staff، فريق عمل، to increase production، لزيادة الإنتاج. يا ترى quantified جاي من quantity بمعنى مقدار أو كمية، ولا qualifying بمعنى يعد أو يؤهل، ولا quality بمعنى جودة، ولا qualified بمعنى معد أو مؤهل. qualified بمعنى معد أو مؤهل، عشان معنى الجملة الشركة تسعى إلى فريق عمل معد أو مؤهل تأهيل عالي لزيادة الإنتاج. qualified إجابة صحيحة في الجملة رقم 1. نروح الجملة رقم 2 وبتقول لك The new company، الشركة الجديدة، is looking for، بتبحث عن كذا workers. طيب ماشي، إيه بقى مواصفات العمال دول؟ illiterate، الليترت معناها غير متعلمين يعني، او اميين، ولا ليزي كسولين، ولا كيرلس مهملين، ولا سكيلد مهره. لا، احنا عايزين عمال مهره سكيلد. اجابه صحيحه في الجمله رقم 2. 3، ذو شي از اونلي 17، على الرغم من كونها في 17 سنه يعني. شي از ايه، هي ايه بقى؟ بيهيفينج لايك ان ادلت، تسلك سلوك الراشدين. طيب conventional بمعنى تقليدي، ولا life long طول الحياة، ولا mature بمعنى ناضج، ولا retiring بمعنى يتقاعد يعني يطلع معاش. mature، she is mature. mature هنا بمعنى ناضج. إجابة صحيحة في جملة رقم 3. 4 بتقول ايه، I spend a lot of time on this course but it's انا والله بقضي وقت كتير في هذا المقرر، ولكنه ايه، but it's ايه، worthless يعني لا يستحق، ولا ويلثي بمعنى ثري، ولا هيلثي بمعنى بصحة عالية، ولا وارد وايل، وارد وايل بمعنى جدير بهذا، يستحق هذا. هي دي الإجابة، وارد وايل بمعنى جدير بهذا ويستحق هذا. والله انا بقضي وقت طويل جدا في المقرر ده او في المنهج ده، ولكنه ايه، ولكنه يستحق، ولكنه يستحق هذا. وارد وايل بمعنى جدير بهذا او يستحق. إجابة صحيحة في جملة رقم 4. نروح لجملة رقم 5 واللي بتقول لك This man isn't، هذا الرجل مان وليس ايه، He doesn't have any experience، ليس لديه اي خبرة. طيب نقول عليه employment بمعنى توظيف، ولا employee بمعنى موظف، ولا employable قابل للتوظيف، ولا employer صاحب عمل. هناخد employable علشان تحقق مع النفي اللي احنا عايزين، وهذا الرجل غير قابل للتوظيف، يعني ما ينفعش نوظفوه. تمام، ليه؟ He doesn't have any experience. employable إجابة صحيحة في جملة رقم 5. جملة رقم 6 بيقول لك فيها I strongly support، أنا أؤيد وبقوة، جاء فراغ learning التعلم. طيب ماشي، people shouldn't stop learning، الناس لا يجب أن تتوقف عن التعلم. تمام، ناخد إيه بقى، lifelong مدى الحياة، ولا remote بمعنى بعيد أو نائي، ولا distance بمعنى مسافة، ولا distant بمعنى بعيد. لا، هنقول lifelong learning بمعنى التعلم مدى الحياة. الدليل أنه عايز lifelong اللي هو التعلم مدى الحياة، انه بيقول لك people shouldn't stop learning، الناس لا يجب ان تتوقف عن التعلم والتعليم. عشان ما يجيش حد يقول لي مستر ما خدناش ليه distance learning، ما احنا عندنا حاجة اسمها التعلم عن بعد. اقول له هو ما يقصدش التعلم عن بعد، ما يقصدش distance learning اللي هو التعلم عن بعد، لا، يقصد ايه، يقصد التعلم مدى الحياة، بدليل وجود عبارة الناس يجب الا تتوقف عن التعلم في دي الجملة التانية. ده اللي هيخلينا ناخد lifelong طوال الحياة او مدى الحياة. إجابة صحيحة في جملة رقم 6. 7، My brother enrolled، أخي أدرج اسمه، إيه بقى، music class last week، في فصل لي تدريس الموسيقى في الأسبوع الماضي. إيه حرف الجر بتاع enrolled؟ يا ترى باي ولا إن ولا آت ولا إز؟ enrolled إن، أدرج اسمه في حرف جر وحيد في جملة رقم 7. 8، have you made، بقى فراغ your mind، محتاج بقى، مش هترجم غير لما أخد الاختيار، about the course you will do. طيب ايه بقى، made ايه بقى، off your mind ولا up for ولا up لوحدها ولا down؟ made up بمعنى استقر على رأي، قررت يعني.
Have you made up your mind؟ هل قررت على المقرر المنهج اللي انت عايز تاخده في الاسبوع القادم او الفترة القادمة يعني؟ خلاص؟ up حرف جر وحيد في الجملة رقم 8. 9 I think he is، اعتقد ان هو ايه بقى؟ person for the job، for this job، لهذه الوظيفة. He is knowledgeable. knowledgeable معناها عندي كمية كبيرة من المعلومات يعني او المعارف. طب نقول عليه ايه بقى؟ traditional تقليدي، ولا qualification بمعنى اعداد او تأهيل، ولا worst الاسوأ، ولا ideal نموذجي. هي دي the ideal اللي هو الشخص النموذجي اللي يحصل على هذه الوظيفة. ليه بقى؟ لان زي ما قلنا عندي معارف او عندي معلومات عالية جدا في هذا المجال. 9 اجابتها الوحيدة الصحيحة هي ideal. 10 this hotel، هذا الفندق، ماله بقى؟ good meals، وجبات جيدة. so he prefers it، ولذلك هو بيفضل. طيب يا ترى proves بمعنى يثبت، ولا provides بمعنى يوفر، ولا supply بمعنى يمد به، ولا applies بمعنى يتقدم بطلب لكذا؟ لا، provides بمعنى يوفر او يقدم. هذا الفندق يوفر او يقدم وجبات جيدة. provides إجابة صحيحة في الجملة رقم 10. 11 بتقول لك lack of، نقص ايه بقى؟ causes employers to reject، بيخلي اصحاب الاعمال reject employing young people، بيرفضوا توظيف الشباب. ايه بقى؟ lack of experience، نقص الخبرة، ولا provision ماشي، ولا behavior، ولا appearance. lack of experience، نقص الخبرة، هو اللي بيخلي اصحاب الاعمال يرفضوا توظيف الشباب. experience اجابة صحيحة في رقم 11. طيب نروح للجملة رقم 12، ومنها كمان نشوف رقم الصفحة 31 اهو ظهر قدامنا. Egyptian University، الجامعات المصرية، جاية فرق thousands of young people every year، الالاف من الشباب كل عام. ايه بقى؟ generate بمعنى يلد او يولد، ولا graduate بمعنى يتخرج، ولا illuminate بمعنى يضيء، ولا evolve بمعنى يطور. لا، graduate بمعنى يخرج. بقول لك الجامعات المصرية بتخرج الاف الشباب كل عام. 13 بقول لك my فراغ has decided to dismiss me from work، my كذا قرر ان هو يطردني من العمل. but I don't care، لكن انا مش مهتم يعني، مش فارقه معايا يعني. my employee هنا معنى موظف، ولا applicant المتقدم لوظيفه او لعمل، ولا employer صاحب عمل، ولا graduate يتخرج. لا، my employer معناها صاحب العمل اللي انا شغال عنده، اللي هو صاحب الوظيفه نفسه، اللي هو وظف الناس يعني. employer بمعنى صاحب عمل. اجابه صحيحه في جملة رقم 13. 14 بيقول it's important، انه مهم كذا، people to continue، ان الناس تستمر، learning after leaving school، انها تتعلم بعد مغادرة الدراسة او المدرسة يعني. طيب it's important ايه بقى؟ of people، ولا about، ولا with، ولا for. it's important for، من المهم لي. for حرف جر وحيد. اجابة صحيحة في جملة رقم 14. 15 بتقول لك ايه؟ علي is unsuitable for the job، for he lacks، علي غير مناسب لهذه الوظيفة، لأنه ينقصه إيه؟ expert خبير، ولا experienced بمعنى ذو خبرة، ولا maturity بمعنى نضج، ولا mature بمعنى ناضج. لا، ينقصه إيه بقى؟ maturity، النضج. he lacks maturity، ينقصه النضج. إجابة صحيحة في الجملة رقم 15. 16 بتقول لك the policeman asked the driver، وجاء فراغ that action again. طبعا بنأكد ان احنا هنضيف لك ان شاء الله الرابط بتاع فيديو القاعدة بتاع ال 11 عشان تراجعوا معانا. طيب الجملة هنا هو جملة متحولة، بس هنا هو بقى طبعا قاعدة ال 11 بتكلم في الجملات اللي هي الجمل اللي هي ليها علاقة بالجملة الأمرية المنفية والمثبتة، وجملة النصيحة، وجملة الاقتراح، وما إلى ذلك. تمام. طيب نرجع تاني نقول الجملة عشان بس ايه نركز تاني. The policeman asked the driver، رجل الشرطة هنا asked مش معناها سألة، معناها طلب من السواق. ايه بقى that action again، هذا الفعل مرة أخرى؟ يا ترى don't do، ولا not do، ولا not to do، ولا not doing؟ هناخد not to do، لأن لما تكون الجملة الأمرية لها علاقة بالمنع أو النفي، أو إن أنا بقول لك ما تعملش كده تاني، هنجيب not to ومصدر الفعل. not to ومصدر الفعل، فهذا المتحقق قدامي في الاختيار سي، not to do. إجابة صحيحة في الجملة رقم 16. 17 بتقول لك my parents advised me، والدي نصحوني بايه بقى؟ carefully before taking that decision، carefully معناها بحرص، قبل اتخاذ هذا القرار. يا
يا ترى مي ايه ده؟ ثينك في شكل المصدر، ثينكينج في شكل الجنن، ولا سود اللي واخد شكل الماضي، ولا تو المصدر؟ لا هناخد تو المصدر تو ثينك. لما يكون النصيحه بالاداء يبقى هنقول تو المصدر تو ثينك. اجابه صحيحه في الجمله رقم 17. طب ننتقل لصفحه 32 عشان نكمل الامتحان على الوحده 11 امتحان مراجعه. بيقول لك young people are recommended، الشباب recommended، عايز اقول لك ان هو ايه يعني من المنصوح لهم ان هم يعملوا كذا يعني، او يزكى لهم ان هم ايه بقى up their own projects، ان هم مشروعاتهم الخاصه يعملوا ايه بقى set ولا setting، set طبعا في شكل مصدر، ولا setting في شكل جنن، ولا that they setting، ولا to set. انا هاخد to set. are recommended to هو المصدر. خلاص احنا قلنا الجمله هنا طبعا بتعمل الجمله هنا وعامله لي حاجتين، عامله مبني للمجهول، وبرده في نفس الوقت الجمله هنا هو ريبورتد. خلاص تو سيت اجابه صحيحه في الجمله رقم 18. 19 شي وارد هير سان اجينست، حذرت ابنها ضد ايه؟ جاب فراغ with bad friends، مع الاصدقاء السيئين. اجينست ايه بقى؟ نوت ميكسينج ولا تو ميكس ولا نوت تو ميكس ولا ميكسينج؟ انا هاخد ميكسينج علشان اجينست. خلاص اجينست تقتضي ان انا اجيب وراها جيرند، ضد واجيب وراها جيرند. خلاص الجمله اللي قدامي اللي هي طبعا كلها جمل ريبورتد، كلها جمل منقوله او متحوله ماشي، من دايركت الى اندايركت، من مباشر الى غير مباشر. ميكسينج اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 19. طبعا القاعده بتاعتنا كلها بدور في فكره النصيحه او الامر او الاقتراح، فكل ده طبعا كلمه وارند واضحه جدا في اللي احنا بنقوله. هناخد ميكسينج، قلنا السبب وجود اجينست، اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 19. 20 my friend suggested، ايه بقى؟ a meal in a restaurant، suggested ايه بقى؟ suggested اقول ايه؟ we having ولا we to have ولا we have ولا to have؟ suggested المفروض لو مفيش فاعل يجي وراها gerund. طيب الاختيارات اللي قدامك مفيش فيهم gerund، gerund يعني gerund مباشرة وراها، طب مفيش في الاختيارات اللي قدامي دي كلهم gerund مباشرة، يعني gerund على طول اللي هو مثلا having مثلا مش موجودة، مين بقى اللي موجود عندي؟ we have. ليه؟ علشان تبقى ادي اهي سجست ده وجاي وراها الفاعل اللي هو وي، والفعل في المصدر وي هاف. اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 20. 21 ذا بيوبل، التلميذ ماله بقى؟ ذا تيشر تو جيف هيم انذر تشانس، المعلم انه يعطي له فرصه اخرى. ايه بقى؟ ثريتند هدده ولا وارند حذره ولا بيجد توسل ولا سيت قال بيجد توسل؟ الطالب او التلميذ توسل للمعلم انه يديله فرصه ثانيه. بيجد اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 21. نرجع بتقول لك ذا تيشر اسكت، مين المعلم طلب مني ايه بقى؟ ذا دور اوف ذا كلاس روم اوبن، باب حجره الدراسه مفتوح. طلب منه ايه بقى؟ تو كيب ولا كيب ولا كيبنج ولا اف كيب؟ بما انه بالاداء وفي الاثبات يبقى تو المصدر ايه؟ تو كيب. اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 22. 23 ذا يانج بوي بيجد هيز ماذر، الولد الصغير توسل الى والدته. ايه بقى هم؟ ها توسل لها انها هتعمل له ايه بقى؟ نوت بانشد، نوت وراها تصريف ثالث، ولا نوت تو بانش، نوت تو المصدر، ولا تو نو بانشد، الصياغه مش سليمه اساسا، ولا نوت بانشينج، نوت وجنن، لا نوت تو بانش، توسل اليها بان لا، ما تعاقبوش يعني، نوت تو وهي وراها مصدر علشان نقول ان ده ما يتعملش، نوت تو بانش. اجابه صحيحه في 23. على فكره قاعده الوحده 13 من اجمل واحده، سوري قاعده الوحده 11، قاعده الوحده 11 اللي هي الريبورتد سبيتش في الجمله الامريه والاقتراح والنصيحه وما الى ذلك، من اسهل قواعد المنهج بتاعك قاعده الوحده 11. نوت تو بانش اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 23. 24 بتقول لك the accused was، المتهم كان ايه بقى؟ interrupt the jury again، interrupt بمعنى يقاطع، وجيري اللي هو القاضي. ايه بقى؟ ها was asked if not ولا asked not to ولا asked not ولا asked to. الجمله طبعا واضح فيها البناء للمجهول، شوف الجمله خلي بالك هنا عامل حاجتين فيها، جايب فيها بناء للمجهول وكمان جمله ريبورتد متحوله من مباشر لغير مباشر اهي. was دي تدل على البناء للمجهول، وادي asked بتكمل معاها التصريف الثالث في اسم الجمله، ونوت تو بتاعت الجمله الغير مباشره، فبقت asked not to اجابه واحده صحيحه في الجمله ال 24 اللي فيها حاجتين، فيها بناء للمجهول في شكل الماضي البسيط، وكمان فيها جمله غير مباشره كلام منقول يعني بنوت تو كذا والمصدر معايا asked not to. اجابه واحده صحيحه في 24.
طب نروح للجملة رقم 25 واللي بتقول لك my friend reminded me، صديقي ذكرني بإيه بقى؟ an early start the next day، بداية مبكرة في اليوم التاني. طيب that we had ولا we that had ولا that had ولا had that؟ الصياغة السليمة الوحيدة فيهم هي that reminded me، that ذكرني بأن، وبعد كده الفاعل وبعد كده الفعل. اهي that we had دي الإجابة الوحيدة الصحيحة المتحقق فيها اللي احنا قلناه. 26 يبقى جاي الفراغ put off what should be done a day to the next day، هو كذا ان هو يؤجل ما يجب عمله في هذا اليوم الى اليوم التالي. طيب asked me not ولا asked not me ولا asked me not to ولا not to asked me، هناخد asked me not to، هو طلب مني ان لا، he asked me not to. إجابة صحيحة في الجملة رقم 26. 27 بتقول لك ذا دكتور ادفايزد ماي انكل، الطبيب نصح عمي او خالي، مش هتفرق معانا الحكايه ده، هي جايه في فراغ ابرود تو ريكوبريت فروم هيز اللنس، للخارج ليتعافى من ايه اللي بيقولوا عليها رحله استجمام، يعني من ايه من المرض بتاعه، ريكوبريت بمعنى يتعافى. ماشي، يا ترى هاز جون ولا تو جو ولا جون ولا جوينج؟ تو جو، لانه بيقول له اعمل، تو المصدر، تو جو اجابه صحيحه في 27. 28 she warned her child، هي حذرت طفلها ايه بقى؟ play with fire again، يلعب بالنار تاني، طالما حذرته يبقى حاجه وحشه، يبقى نقول not to، يبقى if not خطا، not if خطا، not to هي الاجابه الوحيده الصحيحه، ونط لوحدها خطا تماما، بناكد not to اجابه صحيحه في 28. 29 بتقول لك my friend جاي فراغ me to have dinner with him، صديقي كذا ان انا اتناول العشاء معاه. طب ordered امر ولا suggest يقترح ولا ask يسال او يطلب ولا invited بمعنى يدعو او يعزم؟ invited عزمني، دعاني ان انا اتناول معاه وجبه العشاء، invited اجابه صحيحه في 29. 30 بتقول لك I advised، انا نصحت كذا disobey، disobey بمعنى يعصي او لا يطيع، يعني his father again والده مره اخرى. طيب I advised ايه؟ him to know ولا him not to ولا him if not ولا him not if؟ him not to، انا نصحته بان لا يعصي والده مره اخرى، him not to اجابه صحيحه في الجمله رقم 30. طيب نشوف القطعه بتاعه الوحده رقم 11، مراجعه على الوحده رقم 11 وبتتكلم عن كوميت. كوميت وده شباب حاجه اسمها المذنب، والمذنب هو عنصر من عناصر النظام الشمسي وبيتنقل او بيسافر في مدار مصحوب بغازات. اكثر جزء لمعانا في هذا المذنب هو الراس، والذيل بتاعه بيكون زي ما قلنا بيكون في زي ما قلنا ايه مجموعه من الغازات. تمام، في فرق، طبعا كاتب القطعه بتاعتنا بيحاول يفرق ما بين المذنبات والنيازك. المذنب اسمه كوميت، تمام اهي كوميت، والنيازك اسمه شودينج ستارز. ايه الفرق بينهم؟ ان المذنب له مدار بيسير فيه، انما النيازك بتتحرك وبتظهر في اي وقت وفي اي مكان، طبعا هو عباره عن مميط بيظهر في السماء في اي وقت، ده اسمه نيزك. تمام، طيب ليه فتره طويله جدا يعني تزيد على قرون عديده جدا كان بيربط البشر او الناس ما بين ظهور المذنبات وما بين احداث او التنبؤ باحداث، منها ما هو في معظم الاحيان سيء ومنها ما قد يكون يعني حسن ولدرجه بسيطه جدا، بس طبعا في معظم الاحيان بتبقى سيئه جدا. وده زي ما حصل، وربط الرومان ما بين ظهور مذنب من 2000 سنه عدوا وسقوط واحتلال مدينه القدس، كمان بيربطوا ما بين موت اشخاص وما الى ذلك، يعني مثلا زي موت يوليوس قيصر واثناء مراسم الجنازه بتاعته برضه ظهر مذنب في مدينة روما. كمان لما انتحر نيرون برضو ظهر مذنب. هم بيقولوا كده، هم بيربطوا ما بين هذه الأشياء. طبعا هذه الأشياء احنا بنسميها شباب حاجة اسمها سوبرستيشن، الخرافات. تمام، الخرافات طبعا الناس بتربط ما بين أشياء معينة وأحداث تحدث، لكن هل ده شيء حقيقي ولا غير حقيقي؟ طبعا الله أعلم، احنا ما نعرفش. هل طبعا ما فيش ما يدل على ان ظهور هذه المذنبات في احداث معينه ده شيء صحيح، يعني كلها زي ما قلنا سوبرستيشنز، خرافات بيهيئها البشر لانفسهم.
طب نشوف الأسئلة عن الكتاب. بيقول لك إيه؟ What is the first paragraph about it؟ الفقرة الأولى كانت بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن اختيار B the nature of comets، طبيعة المذنبات. نروح صفحة 33 عشان نكمل الامتحان بتاعنا. واللي بيقول لك فيها in the second paragraph، في الفقرة الثانية the writer included several examples to show how، الكاتب ضمن مجموعة من الأمثلة عشان يبين لي إيه؟ الاختيار C the arrival of comets coincided with particular events، اللي هو وصول المذنب وربطها بأحداث معينة. تتبع لك when was a great bright comet seen over Rome، متى شهد مذنب لامع في فوق سماء روما، وده كان الاختيار B after Caesar had died بعد موت القيصر او يوليوس قيصر تحديدا يعني. أربعة بقول لك إيه؟ superstition الخرافة هي عبارة عن إيه؟ is a belief that certain events، اعتقاد بأن أحداث معينة إيه بقى؟ الاختيار دي bring good or bad luck، بيكون فيها إما حظ سعيد أو حظ سيء. طيب في خمسة بقول لك what does underline word one one، هنا هو كانت عايدة على إيه؟ كانت عايدة على a comet المذنب. طيب نروح للسؤال رقم ستة وده برضه على القطعة. بيقول لك what does the word foretelling، إيه معنى كلمة foretelling؟ foretelling يا شباب معناها predicting، يتنبأ. نروح ليه دبليو كويستشن، نبدا باول واحد what made people link a comet to the death of Nero، ايه اللي خلى الناس تربط ما بين ظهور المذنب احد المذنبات يعني وموت نيرو؟ هنقول الاجابه اهي because a comet was seen on the day that Nero killed himself، لان هم شافوا هذا المذنب يوم ما قتل نيرو نفسه لما انتحر يعني. طيب what is the difference between a comet، ايه الفرق ما بين الكوميت يا شباب اللي هو المذنب وميتيوريت ميتيوريت الفرق ما بين المذنب والنيزك؟ تعالى نرجع للإجابة. A comet travels on an orbit، المذنب له مدار بيسافر فيه أو بيتحرك فيه combined with gases مع غازات، إنما الميتيوريت is a shooting star، هو عبارة عن نيزك which flashes، طبعا له وميض across the sky at almost any time، بيظهر هذا الوميض في السماء في أي وقت، ملوش معنى محدد يعني. طيب السؤال رقم 9 why did people fear comets، ليه الناس كانت بتخشى المذنبات؟ ليه بيخافوا منها؟ هنقول they believed that comets were evil signs، انها بيعتبروها علامات شريره بتتنبأ ببليكس. بليكس هي معناها الاوبئه او مرض الطاعون والعياذ بالله، وورز والحروب اند ذس والموت، بيخافوا من ده. طيب نروح للسؤال رقم 10 بيقول لك do you think the comet was the cause that made the Romans capture Jerusalem why، هل تعتقد ان ظهور المذنب كان هو السبب في احتلال الرومان لبيت المقدس او القدس يعني تحديدا؟ هنقول نو بيكوز ذس واز جاست ا سوبرستيشن، والله الحكايه مجرد خرافه. طيب نجهز نفسنا للترجمه ونبدا بالترجمه اللي باللغه الانجليزيه، وبتقول لك ايه؟ بتقول to remain employable you have to cope with all the latest developments in your work field، واللي هتبقى بالشكل ده كي تبقى اهلا للوظيفه مؤهل للتوظيف يعني، عليك ان تساير او تواكب احدث التطورات في مجال عملك. ماشي تمام. نروح للجمله الثانيه واللي بتقول لك لايف لونج ليرنينج هيلبس بيبل اجين، لايف لونج ليرنينج هيلبس بيبل جين سكيلز نيسيسري فور ليفينج اند ميكينج بروجريس، واللي هتبقى بالشكل ده يساعد التعلم مدى الحياه الناس على اكتساب المهارات الضروريه للعيش وتحقيق التقدم، ممكن تقول صناعه بدل تحقيق يعني مش مشكله. طب نروح لجمله باللغه العربيه الاولى اللي بتقول لك الحريه هي اثمن شيء في الحياه، وحتى تتمتع بحريتك فيجب عليك ان تراعي حريات الاخرين، واللي هترجمها بالشكل ده freedom is the most precious thing in life and in order to enjoy your freedom you have to consider the freedom of others. شوف الجمله رقم 2 باللغه العربيه واللي بتقول لك رخاء اي دوله يعتمد بشكل اساسي على عقول العباقرة منها وعلى أيدي عمالها حتى تتحقق الإنجازات العظيمة، ده هتبقى بالشكل ده The prosperity of any nation depends mainly on the minds of the genius people in it and on the hands of its workers so that great achievements could be made. ونشوف موضوع الانش اللي هنختار بينه means of encouraging reading at school، وسائل تشجيع القراءة في المدارس، والتانية كانت The benefits of distance learning، فوائد التعلم عن بعد. وبنختم مع شاشة ترجمة وإجابات القطع ونقول إن امتحان المراجعة الوحدة رقم 11 انتهى، لكن لسه لا يزال لدينا العديد إن شاء الله من امتحانات المراجعة المنهج بتاعك،
مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر أستاذ عزت من مدرسة الشيماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.